وعديك مسوية على حياة الله. ها؟ أنت مين؟ بس كلمة بدي إياك يا الله يخليني. ابنها موقوف عندكم من مدة وهي بس حابة تشوفه أو حتى تطمن عن أخباره، وأنا واسطتها. والله ما عامل شيء، والله مظلوم. العميد كان عن الصايم. إليا ما تاكل همي، أنا رح كون منيحة. خلص خليني أطلع من هذا المكان بقى. عمك أبرولا كيفه؟ كيف بدك هيكون؟